بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستألف مع الصفحة رقم 65. إذن في أول الصفحة كما نرى عندنا ليغ اسيكزارسي، كالعادة قراءة وتمرن. في الفقرة بطبيعة الحال سنرى هاد الحرفين، وبطبيعة الحال حرف واحد، ولكن بطبيعة الحال مع هاد لاكسون أنه تختلف النطق ديالو. إذن بطبيعة الحال عندنا أي ثم عندنا أي. طبعاً حل الفرق بين هاد الكتابتين طبعاً حل سنراه في كلمات ألاف. هاد كلمات ألاف كما تنشوفو يعني أنها تضمن الحرفين الأولى تنطقها سريعة، تنقول أي أي. الثانية تنطقها ممددة، نقول لاف لاف ألاف ألاف. إذن طبعاً الحال هي تسمى أكسون أيغي، أكسون أيغي. الثانية تسمى أكسون غراف، أكسون غراف. إذن ألاف عموما ننطق أي، النطق ديالها في الكلمات في انتباه الفرق. جو فوا إي جونتون، أنا أرى. طبعاً الحال سي لو فيرب فواغ يعني هو فعل رأى، إي جونتون سي لو فيرب أونتوندغ هو فعل سمع، إي جونتون هو أنا أسمع. طبعاً الحال تنشوف الصورة ديال العين والصورة ديال الأذن، إذا المقصود ديال جو فوا إي جونتون. هنا طبعا الحال في هذا الجزء الأول ديال الدا، في المجموعة الأولى ديال الكلمات عندنا هاد أي، طبعا الحال اللي عندها أكسون أيغي. إذا طبعا الحال جو فوا أي إي جونتون أي، يعني أنا أرى أي وأنا أسمع أي، يعني المقصود تنشوف الكتابة ديالها وتنشوف العلاقة ديالها بالسمع. إذا بور لو فيغ، من أجل فعل هذا الأمر، من أجل أننا نقارن بين الرؤية وبين السمع، إذن نبخونا لا بخوميار إيماج. إذن نأخذ الصورة الأولى، عندنا لو فيلو لو فيلو لو فيلو. هنا لم نقل لو فيلو بل قلنا لو فيلو. إذن طبعا الحال هاد أي أنها سمعت سريعة. إذن طبعا الحال تنشوفوا العلاقة ديال هاد الكتابة، طبعا الحال العلاقة الموجودة بين هاد الكتابة وبين السمع وبين النطق ديال هاد الحرف. طبعا الحال تنتكلمو على أ افيك اكسون ايغي. اذا لو فيلو لو فيلو. سي نو بخونو لا دوزيام ايماج، اذا اخذنا الصوره الثانيه دو لا فاسون، هنا لو بيبي لو بيبي. لما نقول هنا لو بيبي بل قلنا لو بيبي، يعني ان اي ان نطقت سريعه وليس فيها مد. اذا نقول لو بيبي. اذا بطبيعه الحال نستعمل هاد اكسون ايغي. اذا اخذنا المجموعه الثانيه من هاد الكلمات والصور، إذن فلننظر مثلا الصورة الأولى كيسكو سي سي لو ليفغ لو ليفغ. إذن كما نرى أن هاد أي فيها بعض المد، إذن نقول لو ليفغ، ليس كما هو الحال كما في كلمة لو فيلو أو بيان لو بيبي، يعني أي تنطق سريعة. أما في حالة لو ليفغ فأي تنطق فيها مد، إذن نقول لو ليفغ أو بيان لا شيفغ لا شيفغ. إذا بطبيعة الحال لو ليفغ يعني الأرنب، بطبيعة الحال البري، على عكس لو لابان مثلا، لا شيفغ يعني الماعزة. نو باسون أو دوزيام باراغراف. جو لي لي مو كلاسي دون لو طابلو. جو لي أنا أقرأ، لي مو الكلمات كلاسي المرتبة، بطبيعة الحال الظاهر كلاسي هي رتبة. جو لي لي مو كلاسي دون لو طابلو، أنا أقرأ الكلمات المرتبة في الجدول. إذن عندنا أي وعندنا أي. إذن بطبيعة الحال أي كما نرى الأولى اللي عندها أكسون أيغي، كما في مثال الكلمات التالية عندنا أن فيلو أن فيلو يعني دراجة، أن بيبي أن بيبي يعني رضيع، أن بيبي. ثم عندنا أون إيكول أون إيكول، إذن مدرسة. كما تلاحظوا هنا بأن أي نطقت سريعة ليس فيها مد. إذا أخذنا هاد أي الثانية طبعا الحال سنلاحظ بأن فيها مد على عكس أي الأولى. طبعا الحال هاد أي الثانية عندها أكسون تسمى أكسون غراف، تسمى أكسون غراف. إذا كما في مثال الكلمات التالية عندنا تخي تخي، إذا طبعا الحال نحس ببعض المد تخي تخي. ثم عندنا كلمة شافا إن شافا إن شافا. تخي بطبيعة الحال هي جد،
مثلا نقول très mécontent. مثلا نقول très mécontent يعني أنه جد حزين. très mécontent يعني أنه جد حزين. إذا كلمة très تعني جد. ثم une chèvre معزة. ثم derrière يعني وراء. derrière وراء. كما رأينا فيما سبق la tortue cache la salade derrière le volant. السلحفاة تخفي السلطة وراء الدراجة. إذن عندنا كلمة derrière يعني وراء. Nous prenons le troisième paragraphe. نأخذ الفقرة الثالثة. Je mets les syllabes dans l'ordre pour lire les mots. Je mets. هذا le verbe mettre يعني وضع. أنا أضع. Je mets. Je mets يعني أنا أضع. Je mets les syllabes. أنا أضع المقاطع اللفظية dans l'ordre. L'ordre يعني هو الترتيب. هو الأمر. وعد معاني أخرى. يعني عندنا هنا l'ordre المقصود به الترتيب. إذن je mets les syllabes dans l'ordre. يعني أنا أضع المقاطع اللفظية في ترتيب. Pour lire من أجل قراءة. طبعا الحال تنعرفوا بأن القراءة هي la lecture. هي القراءة. طبعا الحال هنا عندنا lire هي قراءة. ولكن هو تيجي بهذا المعنى ديال المصدر. الفعل تيجي طبعا الحال الانفينيتيف ممكن انه ياتي بمعنى المصدر. اذا انا اضع هذه المقاطع اللفظيه في ترتيب اغليه من اجل قراءه لمو من اجل قراءه الكلمات. ناخذ المجموعه الاولى. اذا عندنا ال او كي سو برونونس لو. ثم عندنا في اكسون ايغي كي سو برونونس في. اذا ما هي الكلمه التي سنحصل عليها من خلال هاد المقطعين اللفظيين؟ on va mettre vélo. إذن سنضع vélo. إذن سنضع v ثم بعدها lo. سنحصل على كلمة vélo اللي هي الدراجة. ناخذ المجموعة الثانية. عندنا vre. إذن ستقرأ vre. ثم عندنا شي. ثم عندنا ch accent grave. ستقرأ شي. ثم عندنا كما قلنا غ. إذن ماذا سنفعل لكي نحصل على كلمة؟ سنضع شافا. شافا. إذن بطبيعة الحال سنضع شافا. شافا. إذن كلمة شافا يعني معزة. إذن نأخذ المجموعة الأخيرة. عندنا فغ التي تقرأ أيضا فغ. ثم عندنا لي. لي. إذن بطبيعة الحال هذه المقاطع كما نرى أنها تنطق دفعة واحدة رغم أنها مكونة من أكثر من حرفين. إذن عندنا فغ ثم عندنا لي. لي. إذن ماذا سنضع؟ إذن بطبيعة الحال سنضع ليغ. ليغ. إذن نبخونو لو ديغني باغراف. نأخذ الفقرة الأخيرة. جولي إي جو كونستخوي دي فخاز أفيك نوبا. أنا أقرأ وأنا أبني جملا مع نوبا. يعني أنني غنقرأ ونكون جمل فيها النفي. هذا هو المقصود هنا. جولي انا اقرا اي جو كونستخوي وانا ابني. طبعا الحال تنتكلموا على لافا كونستخوير. مثلا كونستخوير اي ميزون يعني انك تبني منزلا. هنا طبعا الحال انك غتبني جمل. جو كونستخوي دي فراز افيك نوبا. انا ابني جملا مع نوبا يعني غنبني واحد الجمل اللي معها النفي. اذا عندنا الجمله الاولى. Nous prenons la première phrase. Je mange la salade. Je mange la salade. أنا آكل السلطة. إذا بطبيعة الحال ماذا سنقول؟ بطبيعة الحال غنقلبوا على الفعل اللي هو مانجي. هذا هو اللي غنعملوه بينات نوبا. إذا سنقول ماذا؟ Je ne mange pas la salade. Je ne mange pas la salade. أنا لا آكل السلطة. عندنا أيضا لا تورتي كاش لا سلاد. لا تورتي كاش لا سلاد. السلحفاة تخفي السلطة. سلافا كاش كما قلنا. إذن لا تورتي نو كاش با لا سلاد. لا تورتي نو كاش با لا سلاد. السلحفاة لا تخفي السلطة. إذن طبعا الحال علينا أن نكون جملا بمثل هذا الشكل. نأخذ مثلا العبارة التي كنا قد رأينا فيما سبق. لا تورتي ألو فونتر فيد. لا تورتي ألو فونتر فيد. يعني أن السلحفاة عندها أو تملك لو فونتخ فيد يعني البطن فارغ. إذا في حالة النفي ماذا سنقول؟ لا تورتي نا با.
فهذا الحال كما قلنا بأن هذا أ هو لفظ أفواغ، ملي تنصرفو مع إل أو إل أو مع أو أنه تعطي هاد أ. إذا طبعا الحال هاد أ ما هو إلا لفظ أفواغ. إذا طبعا الحال هاد أ غنديرو بينات هاد نبا، سنضعه بين ن ثم با. إذا سنقول ماذا؟ لا تورتي نا با لو فونتخ فيد، يعني أن السلحفاة ليس عندها أو لا تملك لو فونتخ فيد، يعني ليس عندها البطن فارغ. أو مثلا نقول لو لابا أن غرو فونتخ، يعني الأرنب عنده بطن ضخم. إذا طبعا الحال بنفس الشكل نقول لو لابا نا با أن غرو فونتخ، يعني الأرنب ليس عنده بطن ضخم. أو كما رأينا فيما سبق لو لابا سور لو توا، لو لابا سور لو توا، يعني الأرنب فوق السقف. طبعا الحال هذا أي هو لفظ إتر، تنقولو جو سوي تيي إلي نصون فوزات إلسون. إذا طبعا الحال مع إل أو مع إل أو مع أون أنه تعطي هاد أي. إذا لو لابا سور لو توا، يعني أن الأرنب موجود فوق السقف، أو أن الأرنب كائن فوق السقف. تنقولو حنا بأن الأرنب كاين فوق السقف. إذا هاد كاين هي هاد إتر اللي عندنا، كأننا نتكلم عن فعل وجد أو فعل كان. إذا هاد إتر ما هو إلا هاد المعنى. إذا نقول لا با في حالة النفي، نقول لا با ني با سور لو توا، لو لا با ني با سور لو توا، يعني أن الأرنب ليس فوق السقف، أو الأرنب غير موجود فوق السقف، أو الأرنب غير كائن فوق السقف. إذا بحال تنقول الأرنب ما كاينش فوق السقف، إذا ني با مقصود أنه ما كاينش. إذا لو لا با ني با سور لو توا، الأرنب ما كاينش فوق السقف. مثلا نقول دودو اي دون لو جاردان افيك دادا. إذا نقول مثلا في حالة النفي دودو ني با دون لو جاردان افيك دادا، دودو غير موجود في الحديقة مع دادا. أو نقول مثلا لو لابان اي دون لا ميزون، يعني الأرنب في المنزل. إذا نقول في حالة النفي لو لابان ني با دون لا ميزون، يعني الأرنب ليس في المنزل، غير موجود في المنزل أو ما كاينش في المنزل. إذا لو لابان ني با دون لا ميزون. إذا كما رأينا فيما سبق أيضا لا تورتي دادا غاماس إن سالاد، لا تورتي دادا غاماس إن سالاد، يعني أن السلحفاة دادا تجمع وتلتقط إن سالاد، يعني سلطة. إذا في حالة النفي نقول لا تورتي دادا نو غاماس با إن سالاد، يعني أن السلحفاة دادا لا تجمع سلطة، لا تورتي دادا نو غاماس با إن سالاد. رأينا فيما سبق أيضا إل فو مانجي لا سالاد، فوالا لو لابا دودو إل فو مانجي لا سالاد. إذا طبعا الحال في حالة النفي نقول فوالا لو لابا دودو إل نو فو با مانجي لا سالاد، هو لا يريد. طبعا الحال تنتكلمو على إل فو لو فو فولواغ، عندنا فعل أرادة. إل فو يعني هو يريد، إل نو فو با يعني هو لا يريد، إل نو فو با مانجي لا سالاد يعني هو لا يريد أكل السلطة. إذا طبعا الحال ديما تنقلبو على الفعل وتنوضعوه بنات حد نبا باش نحصلوا على النفي على لا نيغاسيون. النفي بطبيعه الحال يسمى في اللغه الفرنسيه لا نيغاسيون. اذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.